أجرت موفدة التلفزيون المصري ريهام أديب لقاءً خاصاً مع كريم إيهاب عضو اللجنة التحضيرية الشبابية لقمة المناخ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ. مصر العظيمة أبهرت العالم وما زالت بتبهر العالم بالتنظيم الرائع لهذا المؤتمر، مؤتمر COP27 لتغير المناخ، خلية نحل بالفعل بين كل أجهزة الدولة المعنية حتى يظهر هذا المؤتمر بهذا الشكل المشرف للغاية والذي يليق باسم مصر وبحضارة وتاريخ مصر أمام العالم بأسره. بالتأكيد في جهود الحقيقة كثيرة جدا بذلت حتى يظهر هذا المؤتمر بهذا الشكل المشرف. الشباب ليهم دور كبير جدا في عملية التنظيم بهذا الشكل المبهر والرائع الحقيقة اللي احنا شفناه من اول ما وصلنا لمدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. معانا في شاشة القناة الأولى المصرية على شاشة التلفزيون المصري المهندس كريم إيهاب عضو اللجنة التحضيرية الشبابية لقمة المناخ. المهندس كريم، طبعا احنا بنرحب بيك على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بيك. شكرا لحضرتك. أنا وسهلا بحضرتك. عايز أعرف الأول، يعني أنت لسه المفروض إن شاء الله هتتخرج السنة دي إن شاء الله، إزاي عرفت أنه في لجنة تنظيمية هي اللي بتقوم بتنظيم حدث مهم زي مؤتمر المناخ؟ الحقيقة يعني طبعا أنا مهتم بقالي فترة طويلة جدا عامة التغير المناخي وإزاي أن أنا أقدر سواء على الليفل المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي أعمل تغيير ولو بسيط. فأنا متابع الموضوع يمكن من سنة 2016، ولما عرفت ان المؤتمر جاي مصر الصراحه انا الاول ما كنتش مصدق، وقعدت مثلا ممكن اول كام شهر مش يعني هو دي اشاعات مثلا وكده، ده مؤتمر بيجي فيه 196 دوله ازاي يعني. فكنت منبهر وكنت مبسوط جدا، وكنت بحاول بقى سواء ان انا اعمل مبادره مجتمعيه، اعمل اوعي زمايلي، اوعي الناس اللي حواليا، احاول ان انا اعمل يعني تغيير، وده اللي المفروض كل الشباب تحاول تعمله عامه في المجتمع بتاعه. شاركت مع وزارة الشباب والرياضة في كذا فعالية، ومنهم فعاليات قبل المؤتمر ليها علاقة بالتغير المناخي. بعد كده تم ترشيحي، لأن وزارة الشباب والرياضة هي المسؤولة عن اللجنة التنظيمية الشبابية، تم ترشيحي للمشاركة مع الأستاذ مساعد وزير الأستاذ مصطفى عز العرب والدكتورة أمنية العمراني مبسط الشباب، والحمد لله يعني اهو دخلنا الفريق وعملنا يعني الحمد لله شغل كويس. عايز اعرف الدور اللي بتقوم بيه اللجنه التحضيريه الشبابيه علشان يخرج المؤتمر ده يعني بالشكل المشرف. الحقيقه طبعا في جهود كتيره، بس اللجنه التحضيريه الشبابيه اكيد ليها دور كبير. طبعا يعني خليني اوضح ان السنه دي بالذات في مؤتمر المناخ COP27 الشباب كان ليهم دور قوي جدا عن كل النسخ اللي فاتت، وده كان بتوصيات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنة اللي فاتت في مؤتمر الشباب العالمي في شرم الشيخ. قال ان السنة اللي جاية لما نستضيف مؤتمر المناخ هيكون للشباب دور فعال ورئيسي في على ترابيزه كمان المناقشات، مش بس في الفعاليات الجانبيه للمؤتمر. والحمد لله ده احنا شفناه، وده كان بتوجيهات سياده الرئيس، وطبعا برضو وزاره الشباب تولت الملف ده. خلينا نقول ان فعاليات الشباب بدات الاول عندنا حوالي، وزاره الشباب عملت حوالي 24 فعاليه قبل المؤتمر، سواء من كرفان الشباب اللي لف كل المحافظات، او الحملات التوعويه، او انديه الشباب اللي اتعملت في الانديه الشبابيه، او الاهم كمان مؤتمر الشباب العالمي اللي اتعمل برضو اللي هو COP17 اتعمل بالتعاون مع الامم المتحده في شرم الشيخ قبل COP27. في فعاليات كتيره حصلت. يمكن برضو عايز اوضح ان لاول مره في التاريخ، تاريخ المؤتمر يعني، يبقى في اهتمام بالشباب من رئاسه المؤتمر، ويبقى في مبعوثه للشباب اللي هي دكتور امنيه العمراني. دي اول مره مصر تبدا المبادره دي، وان شاء الله هتبقى موجوده في كل المؤتمرات المناخيه اللي جايه. اكيد طبعا تابعت المهندس كريم انه في ايام مختلفه للمؤتمر، وكل يوم بيحمل عنوان معين مهم جدا وبيساهم علشان يحقق الهدف الاكبر من المؤتمر اللي هو التنفيذ. الشباب ليهم دور كبير جدا، هم المستقبل طبعا، بافكارهم بطموحاتهم بالحماس اللي موجود على طول في تنفيذ اي افكار هم مثلا بيقدموها. ومن ضمن ايام المؤتمر يوم الشباب وأجيال المستقبل. عايزة أتكلم على الفعالية دي، أنتوا شاركتوا فيها إزاي، وإيه أهم يعني الخطط اللي أنتوا كنتوا بتشتغلوا عليها في تنظيم اليوم ده بالذات؟ أوكي، يعني يمكن بجد اليوم ده يعني أنا بس استأذنت كده من زمايلي يعني شوية كده عشان خاطر المقابلة، لأن فعلا ده أزحم يوم بالنسبة لنا، بقالنا شهور بنحضره. النهاردة يوم الشباب. برضو تاني عايز أوضح أن مصر رجعت يوم الشباب
للاجنده الاساسيه في الحدث الاساسي في المؤتمر، لان طبعا في احداث بتحصل على جانب المؤتمر. لا، يوم الشباب يوم اساسي، والمفروض يعني في فعلا دلوقتي رؤساء بيحضروا في الفعاليات بتاعه اليوم. يمكن احنا في اليوم الاول كان الافتتاحيه، بعد كده عندنا يعني مش بس الشباب اللي بيشاركوا، لا كمان عندنا الاطفال. يعني احنا عندنا المفروض ده يوم الشباب والاجيال المستقبليه كلها، فاليونيسف نظمت جلسه معانا النهارده في يوم الشباب بتعرض مشاريع الاطفال واصواتهم وارائهم، لان هم برضو لازم يكونوا موجودين معانا على طاوله النقاش. وبعد كده يمكن من اهم الجلسات بالنسبه لي النهارده الوقت اللي بيقعد فيه الشباب مع صناع القرار على ترابيزه واحده في البلو زون في اهم منطقه في كوب 27، وبيناقشوا اهم المشاكل اللي بتواجههم، وصناع القرار بيقدروا يردوا عليهم وياخدوا الريكومنديشنز بتاعتهم في الحسبان، يعني علشان بعد كده تتحول لقرارات والقرارات دي تتنفذ. بالظبط بالظبط. انا بشكرك المهندس كريم ايهاب، عضو اللجنه التحضيريه الشبابيه لقمه المناخ، كل التوفيق ليك وشرفتونا الحقيقه في يعني تنظيم المؤتمر بالشكل المبهر لينا احنا كمصريين وكمان قدام العالم كله. شكرا يا فندم، ميرسي. شكرا، بشكرك جدا. ولسه مستمرين مع حضراتكم في تغطيه لكل الفعاليات والجلسات الخاصه بهذا المؤتمر، مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ، الذي يعد الحدث الأبرز الآن على الساحة العالمية.